بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب تالتة ثانوي، كل سنة طيبين إن شاء الله، بداية سعيدة وعند راس سعيد عليكم بإذن الله. النهاردة بميعادنا مع أول حصة سمري، دي خاصة بطلبة السنتر اللي بيحضروا معانا في السنتر، واللي عايز يتفرج عليها من طلبة الأونلاين يقدر يتفرج عليها كسمري للحصة الأولى اللي شرحناها في السناتر اللي احنا موجودين فيها، أو لو اللي بياخد أونلاين شاف الحصة بتاعت الأونلاين ومحتاج يعمل ريفيجن. الجزء اللي شرحناه قبل كده كنا شرحنا في الفيديو الأول جزء عن الكورس اللي بدأنا فيه، وفي الكورس ده احنا اتكلمنا عن حاجة مهمة نبدأ بيها كلامنا النهاردة، عن أول جزء عندنا في الفيزيكس وهو الإلكتريستي. احنا اتفقنا ان الشابترز بتاعتنا متقسمة لجزئين، الجزء الأول خاص بالإلكتريستي والماجنتيك فيلد، ده اللي هندرسه النهاردة أول درس فيه أو أول لسن فيه، والجزء التاني الخاص بالكوانتم فيزيكس. لو تفتكروا بدأنا كلامنا قلنا إن الإلكتريستي زيها زي أي حاجة بتتكون من بيلدينج يونت، يعني الكهرباء بتتكون من حاجات بيزك اسمها الإلكتريك تشارجز أو الشحنات الكهربية. الشحنات دي أو التشارجز دي نوعين، قلنا ستاتيك يعني ثابتة مش بتتحرك، ودي مش هنتكلم عنها دلوقتي، وديناميك يعني في حالة موشن of electric charges، الشحنات بتتحرك من مكان لمكان. احنا قلنا هنركز في الجزء ده من الفيزيكس اول حصة لينا عن الديناميك electric charges او الديناميك electricity، يعني لما التشارج بتاعت الكرنت او اللي هتكون electricity تتحرك في كوندكتور. وطبعا هيظهر سؤال في عقلك، هتقول يا ترى الكهرباء بتمشي ازاي في الواير او في الكوندكتور، واللي بيخليها تتحرك من مكان لمكان. وعشان نفهم ده هنعرف ان الحركه بتاعه الالكتريك تشارجز او الكهرباء في كوندكتورز او في واير في سلك تشبه بالظبط حركه الفلويدز او الليكويد اللي خدناها السنه اللي فاتت في سنه تانية ثانوي في الهيدروداينامكس. قلنا مثلا ايه، لو انا عندي كونتينر فيه ووتر زي ما انتم شايفين كده، في جزء الميه فيها بريشر اعلى من الجزء التاني، فلما البريشر بيكون عالي في مكان، الووتر اللي هي هنا الليكويد بتتحرك من الهاي للو، يعني هتتحرك من نقطه A وتعدي على B وتمشي. اذا الالكتريك تشارجز بتتصرف بنفس الشبه، يعني لو عندي واير بوجود في سيركت وعندي باتري زي ما انتم شايفين كده، عندي كل الباتريز او اي بطاريه بوزيتيف ونيجاتيف، طرف بوزيتيف طرف نيجاتيف، الطرف البوزيتيف بيبقى هو الاعلى في البوتنشال زي اعلى في البريشر كده، فبيزق التشارجز من البوزيتيف للنيجاتيف تيرمينال. يبقى بالبلدي كده يعني نقدر نقول ان حركه الالكتريستي زي حركه الووتر، الووتر بتمشي من الهاي بريشر لللو بريشر، والباتري بتاعه الالكتريك سيركت الدايره الكهربيه البطاريه فيها هي اللي بتزق برضو من البوزيتيف للنيجاتيف، من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال. من هنا نفهم ان مصدر السورس بتاع الالكتريسيتي في الالكتريك كارنت هو الباتري، البطاريه دي المصدر، وهي بتمثل البوش او الفورس اللي بتزق التشارجز، فتزق من البوزيتيف للنيجاتيف من الاعلى للاقل زي الووتر بالظبط. وعشان نفهم الجزء بتاع الموشن ده ازاي الالكتريك شارجز دي بتتحرك للالكترونز في الواير، لازم نتفق اتفاق ان الالكتريك شارجز في منها عندي انواع كتير. النوع الاولاني والبيزك هو النيجاتيف الكترونز، واحنا قلنا دي اللي هنتكلم عنها ونعتبرها هي الالكتريسيتي، او البوزيتيف تشارج اللي هي تعتبر البوزيتيف ايون، او النيجاتيف شارج او النيجاتيف ايون. دول اللي يهموني دلوقتي ان انا اعرفهم، ان التشارجز اللي هتكلم عنها هي النيجاتيف الكترونز وهي دي الالكتريستي اللي اكتشفناها مؤخرا، او بوزيتيف تشارج او نيجاتيف تشارج. وبالتالي يا ترى الالكترونز اللي هي الالكتريك كارنت او الالكتريسيتي بتتحرك ازاي في الواير؟ لو بصينا هنا هنشوف ايه. انا عندي هنا دي النيوكليوس اللي بتكون الاتوم،
واللي بيتحرك هنا قدامي هنا أو هنا أو هنا دي الإلكترونز. فالإلكترونز الوحيدة اللي بتتحرك بحرية إلى حد ما فبتقدر تتنقل. إحنا بنشوف هنا الإلكترون بيجي من هنا أو من هنا ويتنقل من أتوم لأتوم لأتوم لأتوم. طول ما الإلكترونز بتتحرك بحرية ما بين الأتومز وبعض، الكلام ده بيسبب دايناميك إلكتريسيتي. يعني إيه دايناميك إلكتريسيتي؟ يعني إلكتريك تشارجز بتتحرك، وطالما التشارجز بتتحرك يبقى أنا عندي إيه؟ عندي إلكتريك كارنت. يبقى أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن لو يبقى عندي تشارج وبالتحديد إلكترونز قادرة تتحرك في ماتيريال أو في كوندكتور اللي هو بيعتبره الواير، ده دليل على وجود إلكتريك كارنت أو تيار كهربي. يبقى احنا كده فهمنا التيار الكهربي او الالكتريك كارنت بيتوجد ازاي. بيتوجد لما الالكترونز تتنقل من ما بين الاتومز وبعض. وطبعا كل ما الاتومز يكون ما بينها فراغات سبيسز بسميها الانتر موليكولار سبيسز، كل ما تكون السبيسز كبيره كل ما يقدر يتحرك بحريه اكتر، وده معناه ان الكارنت يبقى افضل ويبقى هو جود كوندكتور اوف الكتريسيتي. فالماتيريالز بالنسبه لي هتتقسم للثلاث انواع: جود كوندكتور زي السيلفر والكوبر والايرون، سيمي كوندكتور زي السيليكون، باد كوندكتور زي الود والبيبر. هي دي المفروض هنا، تمام؟ دول الماتيريالز. وعشان نفهم اكتر هنا بيوريني ان انا عندي كوبر. الكوبر كمثال الالكترونز هنا تتحرك باعداد اكبر وبحريه اكتر، ده لان جود كوندكتور. ليه؟ عشان الاتومز كبيره وفي لارج انتر موليكولار سبيسز. هنا عدد الالكترونز اقل شويه علشان السبيسز اقل شويه والتشارجز اقوى فقدره تمسك الالكترونز. هنا في النون ميتال زي الجلاس او الود تقريبا ما فيش سبيسز، ما بتسمحش بالحركه. يعني تقدر تتخيلوا ان الاتومز ادجيسنت كده لازقه في بعض، فمش بتسمح بحركه الالكترون. بالتالي لو اتنقلنا مع بعض لبوكلت بتاعنا بتاع الشرح، احنا هنتكلم عن الالكتريك كارنت واومز لو. طبعا احنا عندنا الاندكس بتاعنا. هنبدا اول جزء عن البيزك كونسبت اوف الكتريسيتي. البيزكس ايه؟ ان انا عايز اعرف الالكتريك كارنت. من اللي شفناه من شويه عرفنا ان الالكتريك كارنت عباره عن، عشان يحصل يبقى عندي ميتال، والميتال ده يكون عنده فري electrons as a good conductor. The free electrons of the metallic bond which can move among atoms. الالكترونز لو قادرة تتحرك ما بين الاتومز وبعض وتتنقل من مكان لمكان تعمل الالكتريك كارنت. يبقى اذا الالكتريك كارنت يتوجد او يبقى موجود في ميتال، الميتال ده لازم يكون عنده free electrons كتير، لان كل ما تكون اكتر كل ما هتسمح بحرية الالكترونز اكتر، واحنا عارفين ان الميتالز السبيسز بتاعته كبيره. يبقى دلوقتي نقدر نقول ان الالكتريك كرنت هو الفلو اوف الكتريك تشارجز، حركه الشحنات اللي احنا اتفقنا ما بيننا وما بين بعض انها نيجاتيف الكترونز. ده الواقع اللي اكتشفوه ثرو ا كوندكتنج ماتيريال. الحركه دي بتعني وجود الكتريك كرنت. اصبح عندي حاجة أساسية بتكون الكرنت وهي التشارجز أو الشحنات أو الإلكترونز دي. الإلكتريك تشارجز دي flow through conducting material، وبالتالي لو أنا عندي، لو رجعنا هنا للشكل ده وأنا خدت الحتة دي كده من الواير كأني فتحت وبص على الحتة دي، أبص أنا عندي هنا كام إلكتريك تشارج أو كام إلكترون على إنه هو الأسود ده. أصبح عندي كام إلكترون هنا؟ 6 electrons. يبقى لو انا عايز احسب كمية التشارجز اللي هسميها ايه يا شباب؟ هسميها الكيو او quantity of charges. كمية الشحنات دي اللي هي electrons بتتقاس بالكولم. لو عايز احسبها هحسبها من القانون ده، الكيو equal n times e. مين الان؟ الان عندي هو number of charges اللي هو عدد الالكترونز اللي كانت 6 مثلا في الرسمه اللي فوق. اما الاي اللي عندي هي التشارج بتاعه الالكترون،
والالكترون بارتيكل ربنا خلقه ليه تشارج ثابته، الرقم بتاعه هنحفظه مع الوقت، مش مطالبين بحفظه دلوقتي لكن هو هنحفظه مع الوقت، 1.6 by 10 power negative 19 كولم. يبقى لو انا عندي حته من الواير زي دي وقال لي تقدر تحسب لي الكوانتيتي اوف الكتريك تشارجز، وعرفت من الرسمه ان الكيو هنا الان بتاعي 6 وان الاي مداني تحت 1.6 باي 10 باور نيجاتيف 19، اقدر احسب الكوانتيتي اوف تشارجز. ده مبدئيا اول جزء، ازاي اقدر احسب كميه التشارج اللي بتمشي في كوندكتور. لكن عشان الاعتقاد السائد ما كانش كده، اتقال ايه؟ ان الالكتريك تشارجز او الالكتريسيتي كان ليها فكرتين، او كانوا بيعتبروا الكرنت كان ليه رؤيتين، رؤية قديمة ورؤية جديدة. الفكر القديم كنا بنسميه الكونفنشنال تراديشنال كرنت، التيار التقليدي او التيار القديم. ده كان ايه بقى؟ كانوا بيعتبروا ان لو انا عندي كوندكتور او ميتال، التشارجز اللي بتتحرك كانوا بيعتبروها البوزيتيف تشارج، زي البوزيتيف اين كده، كانوا بيعتبروا ان هي دي اللي بتمشي وهي دي اللي بتكون الالكتريك كرنت. فالفكره القديمه للكرنت، وباي ذا واي هي دي الفكره اللي هنشتغل عليها ككونسبت كده قديم، هنشتغل عليه في الدوائر او في السيركت بتاعتنا، ان البوزيتيف تشارجز موشن اوتسايد ذا سورس از it is a from positive pole to the negative pole of the electric circuit. يعني الاعتقاد القديم اللي هنشتغل عليه في المسائل كان بيقول ان الالكتريك كارنت القديم ده هو حركة التشارج البوزيتيف تطلع وتمشي كده، ده اسمه الفلو اوف كونفنشنال كارنت. فالكونفنشنال كارنت او التراديشنال كارنت بيطلع من البوزيتيف ويمشي ويجي للنيجاتيف، ده اللي هنشتغل عليه الجزء الاولاني. اما النوع الثاني اللي اكتشفوه بعد كده، لما اكتشفوا ان حركه الالكترونز هي اللي بتسبب الكرنت، لان الايونز في الواقع ما تقدرش تمشي في السوليد، في اي حاجه سوليد. اللي حضر الحصه سمعني وانا بقول ان مش ممكن ابدا في السوليد الكرنت لما يمشي البارتيكل تكون هي اللي بتنقل، فاللي بيقدر يتحرك فعلا الالكترونز. وبالتالي اكتشفوا بعد كده ان الاكشوال الكتريك كرنت في الدايركشن هو حركه التشارج النيجاتيف من النيجاتيف بول للبوزيتيف بول. يعني الكرنت الحقيقي بيطلع المفروض من النيجاتيف اللي هي حركه الالكترونز وتروح للبوزيتيف، دي حركه مين؟ الالكترونز. تعالوا اوريكم ليها كده فكره عشان تفهموا اكتر. هنا في السيركت اللي قدامي دي باتري ليها نيجاتيف وليها بوزيتيف زي ما انتم شايفين، يحصل ايه؟ المفروض ان الكرنت بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف، ده التراديشنال. لكن لو جينا نشوف الريل كرنت هنلاقي هنا الحركه ماشيه من نيجاتيف للبوزيتيف، ده الكرنت الحقيقي. لكن انا هشتغل على الكرنت القديم. طب ايه اللي بيحصل لو انا عندي حته من الواير زي ما انتم شايفين كده؟ الحته دي اقدر ازاي اوصل الكرنت فيها؟ لو رجعنا سنه لورا هتشوفوا هنا، هنراقب الالكترون ده، لو وشينا كده هتلاقوا ايه؟ بدا يتحرك من اتوم لاتوم لاتوم لاتوم. وبالتالي ده لو كان هو فري لوحده حتة واير، لكن انا في الواقع بجيب باتري بتدخل لي من هنا كده من الواير الالكترونز، فبيجي الالكترون ده من بره ويبدا هو اللي ياخد المسار بتاعه زي زجزاج كده بين الاتومز، يبدا يتنطط زي ما انتم شايفين من اتوم لاتوم لاتوم لحد ما يتحرك للناحيه الثانيه، وبكده يبقى انا عندي الكتريك كرنت، وده الدايركشن بتاع الالكتريك كرنت اللي احنا هنشتغل عليه. يعني لو عايزين نقول دلوقتي الكرنت اللي هندرسه هو انهي كرنت، احنا عرفنا ان عندي الكونفنشنال او التراديشنال حركه البوزيتيف تشارج، ودي مش اللي هنشتغل عليه، هي صح بس مش اللي هنشتغل عليه كفكره صح، لكن اللي هنشتغل عليها هي ايه؟ هي الريل كرنت اللي بيطلع من النيجاتيف اللي هي الالكترون للبوزيتيف. طب لما نيجي نحل مسائل بقى وناخد السيركت، الكرنت انهي اللي هنشتغل بيه في المسائل وفي الاسئله؟ هنشتغل بالفكره القديمه ان الكرنت بيطلع من البوزيتيف ويروح لايه؟ للنيجاتيف. زي ما انتم شايفين هنا كده قدامنا في السيركت دي برضو الكرنت طالع ماشي للتشارج وتعدي ما بين السبيسز، واللي حواليها ده ايه؟ بوزيتيف اين. ليه؟ لان انا عندي الكترونز بتتنطط، مجرد ما الالكترون ساب الاتوم سابها على شكل بوزيتيف اين، فبقت كانها حاجه كده ما بين الالكترونز النيجاتيف والاينز البوزيتيف.
الالكترونز الفري بتقدر تتنطط ما بين الاتومز زي ما انتم شايفين كده، فتسبب الالكتريك كارنت من غير ما تغير في الاستراكشر او في تركيب الاتومز بتاعت الواير ذات نفسه. يبقى نقدر نفهم من كده عشان ما نطولش بقى في الحته دي، ان الكارنت الكونفنشنال ده صح، لكن مش هنشتغل بيه في المسائل. لكن الفكره الاساسيه اللي اكتشفوها، لان دي الاحدث، ان حركه الالكترونز هي حركه الكارنت الحقيقي من نيجاتيف للايه؟ للبوزيتيف. وبالتالي لو رجعنا بقى هنا هنلاقي ايه؟ ان الكونفنشنال هو الدايركشن بتاع الالكتريك كارنت، بيجي اللي بيجي من البوزيتيف تيرمينال للنيجاتيف تيرمينال، واصبح ده اللي هنشتغل بيه اثناء الدراسه. بيبقى بره السيركت ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف. تعال نرجع كده سنه عشان هنشتغل على دي. يبقى انا هشتغل على الكونفنشنال اللي بيطلع من البوزيتيف ويروح للنيجاتيف، من بره السيركت ماشي البوزيتيف للنيجاتيف، لكن جوه عشان يكمل بيمشي من النيجاتيف للايه؟ للبوزيتيف. ده اللي هنشتغل بيه اثناء السنه بتاعتنا. طيب بعد ما عرفنا الالكتريك كارنت وانواعه، يا ترى احنا عايزين ايه بقى بعد ما عرفنا الالكتريك كارنت؟ هنحسب عن الكارنت شويه تفاصيل او شويه حاجات حسابيه محتاجين نعرفها. ايه هي الصفات الالكتريك كارنت اللي عايزين نحسبها له؟ اول حاجه عندي اسمها الالكتريك كارنت انتنسيتي، او شده التيار، قوه الكهرباء. ودي نقدر نحسبها منين؟ العالم اللي اسمه امبير، العالم ده قدر يحسب الكرنت انتنسيتي بانه قال هو الكوانتيتي اوف الكتريك تشارجز باسز ثرو كروس سيكشن اريا اوف كوندكتور. يعني انا لو عندي كوندكتور وقدرت اعد في كام تشارج على انها النقط دي، قادر اتعدي كل فتره كل ثانيه من الزمن، يبقى التايم لما يعدي 1 سكند دول كام تشارج قدروا يعدوا؟ 6 تشارجز. يبقى لو عايز احسب شده الكرنت اللي هنديها رمز اي، هي عباره عن عدد التشارجز اللي هي كوانتيتي اوف الكتريستي باسز في الواير ثرو يونت تايم. والكيو دي كنا قلنا انها ايه؟ ان تايمز اي اوفر اي التايم. يبقى لو عايز تحسب الكوانتيتي الالكتريك كرنت انتنسيتي، يبقى لو انا عايز احسب الالكتريك كرنت انتنسيتي هعمل ايه؟ الان تايمز الاي اوفر التايم. الان النمبر اوف الكترونز، الاي التشارج بتاع كل الكترون، والتي التايم. وبالتالي الالكتريك كرنت انتنسيتي هي ممكن تتحسب من الريليشن دي، ان الاي كيو اوفر تي. طبعا احنا متعودين عليها بالشكل ده، ان الاي والكيو والتي. فانا لو عندي الكوانتيتي اوف الكتريك تشارجز بالكولم ومعايا التايم ولازم يكون بالسكند، اقدر احسب الكرنت انتنسيتي اللي بالامبير. يبقى الكرنت انتنسيتي ايكوال كيو اوفر تي، او زي ما قلنا ان تايمز اي اوفر تي، والاثنين صح. طب ما نيجي ناخد اكزامبل على الفكره دي. اكزامبل 1 بيقول ايه؟ find the number of electrons that passes by a fixed point on a conductor. انا عايز ال number of electrons، عايز ال n اللي ممكن تمشي فيها الالكترونز، تقدر تمشي في كوندكتور خلال 1 سكند. ومدي لك كمان لو كان الكرنت انتنسيتي 20 امبيرز. عشان ما تتلخبطش بصوا لليونت يا شباب، الامبير دي يعني الكرنت انتنسيتي رمزها اي، وهو مديني الاي ب 20 امبير، والتشارج اوف الكترونز الشحنات اللي رمزها مين؟ رمزها اي، 1.6 باي 10 بار نيتف 19، دي اللي تشارج اوف 1 الكترون بالكولم. وقال لي هنا 1 سكند، يعني مديني التايم ايكوال 1 ايه؟ 1 سكند. عايز بقى مين؟ انا عايز الان. طيب انا عندي الاول الترانجل الاولاني الاي كيو اوفر تي، يبقى انا لو معايا الاي ومعايا التي اقدر اجيب الكيو. يبقى اول ستيب هجيب الكيو اللي ايكوال ايه؟ الاي ب 20 والتايم ب 1، فتبقى 20 كولم. بس كده لا، ده انا عايز كمان في الستيب الثانيه ان. طب الترانجل الثاني انا عارف ان الكيو ان تايمز اي، يبقى لو عايز النمبر كيو اوفر اي، الكيوب كام؟ لسه جايبينها ب 20، والتشارج اوف الكترون
1.6 by 10 power negative 19. لو حسبتها هتطلع معايا 1.25 by 10 power 28 electrons. يبقى ده عدد الالكترونز اللي ممكن يمشي عندي in one second. لكن الفيزيكس مش مسائل وبس. الفيزيكس اساسا هيجي لك في الامتحان معظمها اسئلة نظري، يعني افكار. هنيجي للسؤال ده، وهتلاقوني حتى انا كاتب كومنت كده ان احنا عايزين نعمل حروف، لان انا كنت بعدل لكم الشيت يبقى هنا A و B و C و D عشان لما تختار. السؤال هنا بيقول ايه؟ The electric current that passes in a conductor equal 0.3 ampere, which means يعني ايه الكهرباء او الكرنت انتنستي شدته 0.3 ampere. هل ده معناه ان الكوانتيتي اوف الكتريك تشارج ذات از كونتيند ان كوندكتور از 0.3 كولوم؟ هل معناها ان التشارجز اللي بتمشي في الكوندكتور ده 0.3 كولوم؟ الكلام ده صح، بس اختاره ولا اكمل؟ لا اكمل. الكوانتيتي اوف الكتريك تشارج ذات باسز ثرو ا كروس سيكشن اوف ا كوندكتور ان 1 سكند از 0.3 كولوم، يعني كميه التشارج اللي بتعدي في الثانيه الواحده 0.3 كولوم، برضه صح. طب اختار دي ولا دي؟ طب تعالوا نكمل كده ونشوف. التايم انترفل ان ويتش يونت تشارج باث ثرو ا كروس سيكشن اريا اوف ا كوندكتور 0.3 سكند، لا عمر الرقم بتاع الاي ما بيبقى للتايم. خلي بالكوا ان الاي يو اوفر تي، فبالتالي لو كان الرقم بتاع الاي 0.3 امبير ده معناها ان الكيو 0.3 كولوم والتايم 1 سكند. لازم عشان ما تعمل 0.3 على 1 تطلع زيها. اذا التايم مش ب 0.3، وهنا لما قال الريت which electric charge path through cross section area of conductor 0.3 كولوم بير مينيت، برضه بير مينيت غلط، هي بير سكند. بقى عندي اختيارين A و B، مين الصح؟ طالما بتكلم عن الكرنت انتنستي يبقى لازم يكون عندي الكيو والتي الاثنين مش الكيو بس، وبالتالي هختار مين؟ بي. نيجي هنا للسؤال جراف. السؤال هنا بيقول لي ايه؟ The opposite graph represent the relation between quantity of charges الكيو والتايم بالسكند، وعايز يعرف الانتنستي بكام. طيب احنا اتفقنا اي جراف يجي لي بحسب السلوب. طب والسلوب عنها ايه؟ نقطة هنا وتاخد رقم من هنا ورقم من هنا. اي بقى نقطتين، طالما بادئ من الزيرو اختار اي بوينت واحسبها لها. فممكن تبقى 10 اوفر 1 او تبقى 20 اوفر 2 او سو اون، كل مره تطلع بتاني. وده معناها ان السلوب اللي هو الواي على الاكس، والواي على الاكس اللي هي تعتبر الكيو على التي اللي هي الاي. يعني لو انت عايز الانتنستي فهي السلوب اللي هو طلع بكام؟ 10 امبير. نخش على الجزء الثاني، وده بالنسبه لي مهم جدا جدا جدا، لان البوتنشال ديفرنس هو اهم حاجه نقدر نشتغل عليها. لو فهمناها كويس هتبقى الدنيا سهله معانا بعد كده ان شاء الله. البوتنشال ديفرنس عشان نفهمه لازم نركز في حاجه مهمه قوي. احنا قلنا الالكتريستي عشان تمشي من مكان لمكان زيها زي الووتر، بتمشي من الهاي بريشر لللو بريشر، دي الميه بارتكلز. لكن التشارج بتمشي من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال. كلمه بوتنشال دي بتفكرنا بحاجه اسمها البوتنشال انرجي. ايه البوتنشال انرجي لو تفتكروا؟ هو لو انا عندي ده الارض وكان عندي بارتكل او جسم هنا وشلته حطيته فوق، لما شلته لفوق انا بذلت عليه ورك دن عشان انقله من تحت لفوق، وقمت حاطه هنا على ترابيزه او على سيرفيس او شيلف حاجه عاليه. طيب الانرجي راحت فين اللي بذلتها؟ اتخزنت جواه على هيئه بوتنشال. فالبوتنشال انرجي خدته في اولى ثانوي هي ستورد انرجي، انرجي متخزنه في جسم البارتيكل اللي نقلته لمكان اعلى. ده لو كان بوتنشال انرجي، ودي كانت خاصه بالجرافيتي. طب ده ماله بقى بالبوتنشال ديفرنس؟ انا اقول لكم، لو انا عندي حته ميتال سيرفيس وعنده شارج بوزيتيف ونيجاتيف قد بعض، يبقى هل في حاجه اعلى او اكتر من الثانيه؟ لا، يبقى البوتنشال بتاعه بزيرو. ليه؟
مفيش تشارج اكتر من تشارج. طب لو عندي سيرفيس تاني برضو فيه البوزيتيف والنيجاتيف قد بعض، نفس الفكره برضو الديفرنس بتاعه بزيرو. هل لو انا وصلتهم بسلك حاجه هتتحرك؟ لا. ليه؟ الاثنين قد بعض مفيش فرق. لكن لو انا جبت سيرفيس، طبعا فولتا ده الراجل اللي اشتغل في اللي انا بقوله ده، وسيرفيس تاني واحد عنده بوزيتيف 3 والتاني عنده بوزيتيف 5 شارج، ده 3 وده 5، ووصلتهم ببعض مين الاعلى؟ ال 5. فالتشارج تتزق وتتنقل من الهاي لللو، من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال، زي من الهاي بريشر لللو بريشر. اذا فكره البوتنشال ديفرنس ان يبقى عندي تو سيرفيسز، سطحين، واحد عنده تشارج اكتر من التاني، فبنقل وبزق التشارج من الهاي لللو، من الاعلى للاقل. وطالما بنقل يبقى ببذل ورك دن، ببذل مجهود. عشان كده البوتنشال ديفرنس هو ايه يا شباب؟ هو الورك دن تو ترانسفير يونت تشارج، الجهد اللي هبذله عشان انقل تشارج من بوينت لبوينت، بس بتبقى من الهاير لللور، زي ما درسنا في الايه، في الفلويدز اللي هي الووتر. الالكتريك تشارج بتمشي برضو من الهاي كونسنتريشن اللي هو التركيز الاعلى، هنا 5 شارج يعني 5 فولت ولا 3 فولت لللور بوتنشال، وبتبذل ورك اثناء ما بتتنقل، عشان كده بسميه بوتنشال ديفرنس. وبقول ايه هو؟ بقول ان ال V اللي هو البوتنشال ديفرنس W اوفر Q. يبقى انا لو حطيتها هنا كده يبقى ال V W اوفر Q. مين ال W؟ الورك دان اللي ببذله بالجول، وال Q الكوانتي في تشارج بالكولم. لما ببذل مجهود ده بيبقى عندي بوتنشال ديفرنس بيتقاس بالفولت، يعني الفولت هو نفسه الجول على كولم، والفولت ده نتيجة ريليتد للعالم ليساندرو فولتا اللي هو العالم الإيطالي اللي اشتغل على البوتنشال ديفرنس. يبقى احنا نفهم من كده ايه؟ ان W هو الورك دان ان جول عشان انقل تشارج من الهاي لللو، اما ال Q الكوانتي في تشارج بالكولم اللي هي الالكتريستي اللي خدناها، و V هو البوتنشال ديفرنس بالفولت ما بين التو بوينتس. طيب ده معنى البوتنشال ديفرنس. تعالوا نشوف له حاجه كده. هنا مثلا عندي باتري فيها بوزيتيف تيرمينال ونيجاتيف، دايما البوزيتيف هو الهاير بوتنشال والنيجاتيف هو اللور بوتنشال. يا ترى يحصل ايه؟ البوزيتيف بالنسبه لي دايما بيعبر عن الهاير بوتنشال، والنيجاتيف دايما عن اللور بوتنشال حسب التراديشنال كارنت. فبالتالي الكارنت هيمشي دايما من البوزيتيف للنيجاتيف. طبعا انا بتكلم على انهي كارنت يا شباب؟ الconventional traditional اللي قلنا نشتغل بيه. يبقى البوتنشال ديفرنس هو الفرق ما بين البوزيتيف والنيجاتيف بتاع الباتري، او اي بقى جزء تاني، ان الباتري دي يبقى ليها اسم خاص. فانا لو عندي تشارج اهو بحاول انقلها، ببذل عليها مجهود عشان انا بمشيها عكس الطبيعي، خلاص كده. فالورك دان اللي ببذله ده هو اللي بيخلي فيه بوتنشال ديفرنس، ببذل ورك دان عشان انقل التشارج من نقطه لنقطه. بس هنا في فرق ما بين اني اقول اني بقيس البوتنشال ديفرنس لمثلا ما بين التو بوينتس هنا للباتري لللام، يبقى في فرق لما اطلب ان انا اقيس البوتنشال ديفرنس ما بين التو بوينتس هنا لللام، او ان اقيس البوتنشال ديفرنس ما بين التو بوينتس هنا للباتري. يعني ايه يا مستر؟ يعني البوتنشال ديفرنس كلمه بتتقال عموما على الفرق في اللي بتبذله للتشارج بتتنقل من نقطتين، لكن الباتري لانها المصدر او السورس بتاع التشارج، لما باجي اقيس البوتنشال ديفرنس ما بين التو بولز بتوعها البوزيتيف والنيجاتيف، يبقى لما اقيس البوتنشال ديفرنس ما بين اي تو بوينت في الالكتريك سيركت دي اسمها بوتنشال ديفرنس، لكن لو هقيسها ما بين التو بولز بتوع الباتري بالتحديد دي بسميها اسم تاني. بسميها ايه بقى يا شباب؟ بسميها الالكترو موتيف فورس، او قوة الدفعة الكهربائية. هي عبارة بقى عن ايه؟ هي total work done to transfer
يونت تشارج throughout the circuit outside and inside the source. يعني لو انا عندي باتري، عشان كده انا هحط لكم هنا جراف الباتري، هنا ده البوزيتيف وده النيجاتيف، وعندي سيركت، عندي هنا لام وسويتش وصلت. لو الكرنت طلع، اما احنا زي ما قلنا بيطلع من البوزيتيف للنيجاتيف، وهو طالع، لو انا جيت هنا وقست البوتنشال ديفرنس ما بين الطرفين دول بتوع اللام، ده اسمه بوتنشال ديفرنس عادي خالص. طب لو جيت هنا حبيت اقيس ما بين الطرفين بتوع الباتري، الباتري هي اللي بتزق الالكترون وتديله الزقه اللي بتخليه يمشي بره السيركت وجواه. عشان كده قلت عليه ايه، هو التوتال ورك دان، الورك دان اللي بيبذله التشارج كلها نتيجه زقه الباتري عشان تتنقل بره السيركت وجوه كمان السورس بتاع الباتري. يبقى الالكتروموتيف فورس هي القوه الدفعه اللي بتزق التشارج عشان يتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف بره وجوه من النيجاتيف للبوزيتيف، عشان كده سميته التوتال ورك دان. طيب لو خدنا سؤال على الجزء ده، if the work done to transfer a quantity of electricity of 5 كولوم، يبقى انا مديك هنا الكيو within 1 second the time between two points in a conductor is 100 جول، اصبح ده الورك دان. بقى معايا الكيو والتي والورك دان ومعايا التشارج اوف الكترون. اول حاجه عايز البوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس، يعني عايز الفي. طيب ما انا عارف ان الفي دبليو اوفر كيو، ومعايا الدبليو ب 100 ومعايا الكيو ب 5 فتبقى 20 فولت. طيب عايز كمان الفلو اوف الكتريك كرنت، يعني عايز الاي، والاي كيو اوفر تي، الكيو بكام؟ 5، والتايم قال لي 1 سكند تبقى 5 امبيرز. مش كده بس، قال انا عايز النمبر اوف الكترونز باسز وذين 2 سكندز، عايز عدد الالكترونز في ثانيتين، عدد الالكترونز التايم هنا اتغير بقى 2 سكندز. انا عارف ان لما كان 1 سكند كان بيعدي كام كولوم؟ 5. ده معناها ان لما التايم يبقى 2 سكند هتبقى التشارج بكام؟ ب 10، منطقي لان ده ريت ثابت. هنا بقى لو عايز النمبر اوف الكترونز، انا عارف كويس قوي ان الكيو ان تايمز اي، يبقى انا لو عايز الان هتبقى الكيو اوفر الاي. الكيو بكام؟ لسه قايلين ب 2 سكندز ب 10، والاي ب 1.6 باي 10 باور نيجاتيف 19 كونستانت هيدهوني، عشان تطلع الالكترونز عددها 6.25 باي 10 باور 19 الكترونز. كده يبقى قدرنا نجيب عدد الالكترون. هنا برضو سؤال تاني بيقول لي ايه، if the work done to transfer a quantity of electric charge 5 كولوم in 1 second between two points in 100 جول. نفس السؤال اهو، لو عايز البوتنشال ديفرنس between two points جبنا البوتنشال ديفرنس بكام؟ ب 20 فولت، لما قلنا ال في دبليو على كيو. يبقى اذا السؤال ممكن يجي لي مساله ويجي لي تشوز، والاي قلنا كيو اوفر تي يعني 5 امبير، ولما حسبنا في 2 سكندز قلنا الان ايكوال كيو اوفر تي يعني ال 10 على الالكترونز، هتطلع معايا الرقم اللي حسبناه قبل كده. فانا شفت السؤال كبروبلم وكا تشوز. سؤال بقى اخير في اخر جزء وقفنا عنده، يبقى خلصنا السمري بتاع الجزء الاول. In which of the following cases the arrow represent the correct direction of the electric current through resistance between two points. يعني لو عندي واير هيتحرك فيه الكرنت، مين الاختيار الصح؟ هل يمشي من بوزيتيف 10 لبوزيتيف 2، ولا من 0 لبوزيتيف 10، ولا من نيجاتيف 4 لبوزيتيف 2، ولا من نيجاتيف 4 لزيرو؟ اوضح حاجة بالنسبة لي هي ايه؟ احنا قلنا هو بيمشي من الهاي لللو، فده كده صح. طب هنا من اللو للهاي لا، طب من اللو للهاي برضو لا، طب من اللو للهاي يمشي ممكن، بس النيجاتيف 4 لزيرو ده موضوع هنأجله نتكلم فيه لما نخلص الريزستنس.
بكده يبقى احنا عملنا سامري كده سريع عن الجزء اللي شرحناه في الجزء الاولاني من الانترو والشابترز بتاع الالكتريك لحد الريزيستنس. ان شاء الله مع المحاضره الجديده هننزل لكم فيديو الريزيستنس واومز لو. اشوفكم على خير يا شباب، سلام عليكم.